غير بعيدا عن الاسكندريه لكن الى دلتا مصر مجددا. ينضم الينا عبر الهاتف اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربيه. سياده اللواء اهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وانت بخير. كيف اتممتم استعداداتكم الامنيه وغيرها من سبل الاستعدادات لتهيئه الاجواء امام المصلين الذاهبين لاداء قداس عيد الميلاد؟ من حضرتك ومطمن الساده المشاهدين والمستمعين انك استعداد واستنفار كامل في اوساط قوات الشرطه وقوات القوات المسلحه المنضمه لتامين القداس وأعياد الميلاد، ففي انتشار وفي استنفار ما بين جميع القوات الموجوده عندنا في محافظه الغربيه امام الكنائس وامام التجمعات اللي موجوده من ابناء الطائفه الموجوده في الشوارع والطرق المؤديه اليها في محافظه الغربيه. سيادة المحافظ، عدد المطرانيات الموجودة في محافظة الغربية وأين تحديدا الكنائس أو عدد الكنائس والكاتدرائيات التي ستستقبل المصلين في قداس عيد الميلاد داخل محافظة الغربية؟ احنا عندنا 2 كاتدرائية، كاتدرائية في طنطا وأخرى في المحلة، وعدد الكنائس 55 كنيسة على مستوى المحافظة في خطة موضوعة من مديرية الأمن طبعا من قبل السيد اللواء مساعد وزير الداخليه مدير الامن وكل مشتركه فيها. 55 كنيسه ستستقبل الصلاه باكملها ولا هناك عدد محدود منها؟ لا ان شاء الله في كل الكنائس باذن الله في على مستوى محافظه الغربيه باذن الله. ففي طيب. تامين نعم. شامل باذن الله مشتركه فيه القوات المسلحه، وانا من جانبي طبعا مريت على كل غالبيه الكنائس اللي بيقام فيها الصلاه، وكان في اجتماع مسبق من حوالي 10 ايام كان موجود فيه السيد مساعد وزير الداخليه لوسط الدلتا والسيد مدير الامن والسيد مدير المباحث والامن القومي والامن الوطني والامن العام والامن المركزي، كلهم في مجاله لبحث كل الاحتمالات اللي مطروحه وطرق التامين والفصل والعزل بحيث ان احنا يبقى في احكام سيطره باذن الله على اقامه الصلاه بالنسبه لاخواننا الاقباط الموجودين. القداس سيبدا في موعد واحد لكل الكنائس والكاتدرائيتان الموجودتان في محافظه الغربيه وتنتهي في ذات الوقت، ولا المساله متروكه كل حسب ما ينظمه؟ لا ان شاء الله في ميعاد محدد لكل الاماكن الموجوده، وانا حسب معلوماتي ان اعضاء مجلس النواب النهارده هيبقوا موجودين قبل اداء الصلاه باذن الله، هيتقابلوا مع الانبا بولا في منطقه المطرانيه. القداس في الغربيه سياده المحافظ سيبدا 7 مساء ولا بعدها؟ لا احنا المفروض تواجدنا احنا كاجهزه تنفيذيه حوالي الساعه 9:30 تقريبا. نعم. اما الساده النواب هيبقى في ميعاد قبل الصلاه باذن الله. تنتهي القداس قداس عيد الميلاد في محافظه الغربيه عند الساعه كم تقريبا؟ يعني حدود حوالي 12 او 11 يعني حسب الميعاد حسب التاسع. نعم. سياده المحافظ، ماذا عن كنيسه ماري جرجس التي كانت قد اديرت ايضا بعمل ارهابي في ابريل الماضي؟ كيف اتممتم الاستعدادات على المستوى الامني وماذا عن وضع الكنيسه الان بعدما ذهبت اليها الهيئه الهندسيه لرفع كفاءتها وترميمها؟ انا عايز اطمن حضرتك ان احنا الكنيسه تم اعاده تدشينها مره اخرى، وكانت في احتفاليه كبرى في محافظه الغربيه وداخل الكنيسه شاركت فيها كل الاجهزه الامنيه والتنفيذيه والشعبيه في احتفاليه كبرى عودت الكنيسه الى ما كانت عليه، بل احدث بكامل التطوير في تطوير كامل ليها. مبنى الكنيسه حمل اسماء الشهداء وصور الشهداء الثلاثين اللي سقطوا في التفجير اللي تم داخل الكنيسه. الكنيسه احنا من حوالي 3 شهور تقريبا اعيد تدشينها مره اخرى في احتفاليه كبيره، وان شاء الله هيقام فيها الصلاه النهارده باذن الله، واحنا كلنا هنبقى حاضرين باذن الله في تلك الصلاه. سياده المحافظ، يقولون دوما ان المصريين يتحينون انصاف الفرص لمحاوله التفتيش عن اي مناسبه للفرحه او البهجه تخص معتقدهم الديني او تخص معتقد الاخرين او حتى لا تمس اي معتقد ديني، يحاولون دائما التفتيش عن الفرحه اينما تكن حتى وان كانت في اضيق السبل والنطاقات. كيف تعاملت محافظه الغربيه مع حركه الاسواق البيع والشراء، محاولات ربما رفع الاسعار من قبل البعض، كيف تتعاملون مع هذا؟ ان شاء الله في سيطره باذن الله وفي تفاعل وتواجد وتلاحم بيننا وبين ابناء الشعب كله في محافظه الغربيه بمسلمين ومسيحيين، وبرضه وقوف على كل المشاكل اللي بتعن لابناء المحافظه كلهم بحيث ان احنا يبقى في سيطره من خلال نظم محدده تم وضعها المحافظه وشارك فيها ابناء المحافظه كلهم من الساده النواب والشباب وكل فئات الشعب الموجوده. شكرا جزيلا لك اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربيه منضما الينا عبر الهاتف لاطلاعنا على استعدادات محافظه الغربيه لاستقبال قداس عيد الميلاد في هذا المساء.